بالنسبة للمهرجان الموسيقى المعاصرة من تنظيم جمعيات والفولكلور الشعبي للموسيقى برئاسة عبد اللطيف حيحي وأعضاء منهم محمد صنهاجي والخاتير، كان في الدورة ديالو الرابعة، كان في المستوى فنانين من عدة مدن ومن عدة دول، من مصر من تونس، كان له إضاءة جميلة بالنسبة للمدينة، بالنسبة للتراث الشعبي للمدينة، بالنسبة للتراث المغربي كافة. بالنسبة للجديد اللي كان السؤال عليه، كان الجديد ديالي هو آخر فيديو كليب من إنتاج ياسين بن رمضان، من كلمات ياسين بن رمضان كذلك، كان التصوير ديالو في مدينة قرسيف من المخرج ياسين باقي. كان العمل مع الموزع محمد بن نيس كذلك، كانوا أعمال قبل من هذا، يعني من صنف الراي، صنف الرقادة، وشكرا.